انا نقول لاي جون في تونس كل بالحق هذا ميساجي واضح ونحب نجدودنا قبلش قالوا، قالك النفس نفسك وانت طبيبها وين تحطها تصيبها عزها تصيبها. اش معناها؟ معناها انت كان باش تقعد بالطريقه هذه حتى حد ما مش دق عليك الباب يقول لك بازي ايجا هاو بروجي وبيان هاي خدمه وكرهبه ودار ولا نو، انت توكل صباح صبح وابحث ولوج وفركس تلقى الابواب كل مفتوحه. انجح في حياتك برعاية بنك تونس العربي الدولي بيات. بيات ملتزمون معكم. انجح في حياتك. الجمعة هذه ضيفي يعز علي برشا على خاطر التجربة متاعو انتبع فيها منذ سنوات ملي بدأت وكنا حكينا عليها في شمس فام. تجربة فريدة بدأت على مشكلة عويصة تعاني منها المرأة الفلاحة، تجربة انطلقت في بدايتها بزخم كبير وبرشة طموحات وأمال، لكن من بعد باش تبدأ تلقى العراقيل. مع ذلك ماهر الخليفي باش يشد صحيح وباش يعاود ينطلق من جديد بأحميني. شنو حكاية أحميني؟ شكون ماهر الخليفي؟ كيفاش بدا؟ شنو الانطلاقة الجديدة متاعو اليوم؟ ماهر الخليفي مؤسس أحميني ضيف اليوم في ينجح. مرحبا بيك ماهر. مرحبا يا أخوي حمزة. ما سعيد بلقائك من جديد. حتى أنا زيد. ربي فضلك. عايز. ماهر الخليفي 35 سنة، قد منا روحك للتوانسة ماهر. ماهر الخليفي 35 سنة، يعني دراستي بديت نقرأ في الابتدائي والثانوي وبعد كملت الدراسة في الجامعة ميكانسيا، يعني جيني ميكاني كملت ومن بعد يعني خدمت في البريفي ومن بعد نداولي للخدمة العسكرية مشيت كملت عامي وخديت شهادة في حسن السيرة والانضباط. أيوة. ومن غادي خرجت وبالحق أثرت فيها برشا كالعام على شخصيتي وبدلت برشا من شخصيتي قبل ما نغير في برشا مواضيع تو نحكيو فيهم، لكن البداية كانت من غادي التغيير الأول، والبداية كانت من إنه إنسان قبل ما يبدأ في تغيير الـ يعني الانتوراج متاعه وتغيير في ولا بيشخدم على قضية معينة بتتخ إنه يغير من نفسه ويبدأ بروحه. ولا زينة ياسر الجملة هذه يعني يبدأ بروحه، وانت بديت بروحك من خلال عام الجيش. بالضبط. شوف اي جن تونسي ديما ماذا به يخدم، ماذا به في ساعه يعمل كهرباء، ماذا به في ساعه يبدل حياته ويعرس وكذا ويعمل دار هذيك، لكن هذوكم توا ولات ماهمش سهلين، يعني لازم تضحيه ولازم خدمه ولازم تكتيك وما تنجم تعملهم هذوما الا يعني نقولوا احنا جهد كبير. ولا وكذا الجهد ما فهميش العمل المتواصل وما فهميش الخمسة متاع الصباح تقوم بكري وتتوكل وتخدم اللي يجي وتفهم روحك اللي معناها ماكش انت كان متخرج انجينيور لازم تخدم كان في الدومين متاعك كذا لازم تخدم كل شيء، وقتها تحس بروحك اللي شخصيتك تتبدل وتولي يعني أدابتابل للوضع الوضع العام، تتأقلم مع الظروف والصعوبات، واحنا تبارك الله معناها تتعدى صعوبة تلقى صعوبة. بالضبط هذا هو. هذا اللي تعلمته من عام الجيش. بالضبط. بعد عام الجيش كانت لك انطلاقة أخرى في حياتك. بالضبط. بعد العام الجيش كيف رجعت أنا يعني نسكن في منطقة ريفية يعني عن سانية البرة في الريف وكانت بعد العودة هذيك بقيت في الأخذ والرد كيفاش منين باش نبدأ كيفاش فما وضعية بديت نفهم شوية هكا بديت نعرف اللي فما المبادرة الخاصة متاع بعث المشاريع وبديت عملت فورماسيون في السيفي وبديت نفهم، لكن فما حاجة مهمة جدا أخويا حمزة اللي هي ريادة الأعمال الاجتماعية بحكم أنه السكس ستوري موجودين في العالم الكل خاصة في المجال الاجتماعي بديوا بقضية بديوا بمشكل صار ولا مشكل عاش الإنسان أو مشكل تعرض له في يوم ما، هذاك اللي أنا الحقيقة ما شفتوش وما حسيتوش، لكن كي انطلقت بعد حسيت به بعد يقولوا لي ولا أنت قاعد تخدم في حاجة قوية، وقتها ركزت على الكمبيتونس اللي عندي وركزت على النقاط القوة اللي نجم نخلقهم، وحتى كان حاجة ما كنتش نعرفها تعلمتها وليت كل يوم نبحث. وريت الأعمال الاجتماعية ماهر هو يحب يقول كيفاش تكون أنت تنجم تكون باعث مشروع ولكن مشروعك مش بشي يفيدك وحدك، مشروعك بشي يفيد محيط أنت موجود فيه.
بالضبط هذه هي فكرة بالضبط هذا هو هذه هي المشاريع الاجتماعية بالضبط هذا هو يعني سيلو غانيون غانيون الناس كل تربح انت من وضعك الخاص كنت بتتخبطل ما عندكش بروجي ما عندكش كذا تستفيد تفيد المجموعة اللي معاك ليكيب وتستفيد اللي مش تعمل عليه المجتمع البلاد الحومة الشيرة بالضبط هذا البلاد بصفة عامة به بديت دونك انا فهمت من الاول كانت الكيوريوزيتي كان حب الاطلاع تحب تشوف تحب تعرف الدورات التدريبيه كيفاش باش نعمل كيفاش باش نعمل المشاريع شنو نجم نعمل كذا كيفاش باش توصل الى الفكره الاساسيه برشا عباد رم سمعوا بها من عندك ماهر الخليفي فكره احميني اللي هي توفير تغطيه اجتماعيه للمراه الفلاحه وقديش حكينا عليها ومشاكل وصعوبات المرأة الفلاحة وكانت هذه الفكرة كيفاش جاتك الفكرة الصعوبة موجودة هذا مشكل أزلي عنا عنده سنوات كيفاش وصلت لهذه الفكرة هو في يعني لونشينمون هو يعني الباركور بديت به نلقى روحي بعد ما توفيت الوالد الله يرحمها في سبتمبر 2016 وقتها جيت لتونس ونخدم مع صاحبي انا عامل جيني ميكانيك نخدمو على توسكي انرجيتيك وليكولمون تاع لي بيسين وكذا نهار من نهارات انا نخدم صباح نقوم صباح بكري نخدم الايتاش نتاعي نتاع الديزاين وكذا والكل وفي الليل نبيت نخدم قرجل نشرشي يعني تلمو عندي ببلينات باش نبي ونسكن عم بشير اللي نوجه له تحيه فهمني نصبح نصبح معاه فهمني هو اخر واحد اخر واحد نروح نهار من نهارات نلقى هكا مكتوب على ريزوسيو هابتا صالون دونتربرونيا 2017 في 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 لوتيكا سجلت داكور وجيني ايميل قالوا لي راك يعني بارتيسيبون اي جبت شارك اي باش تحضر مش باش تحضر اي باش تحضر اي باش تحضر وقتها سي اسكندر الهدار اللي هو نشكره بالمناسبه الحصيل انا مشيت فما دو زونتري فما لونتري بيبليك وفما لونتري لي زونتربرونور ولا رئاسة الحكومه انا ما فهمتش الحقيقه مشيت مع الجماعه الاخرين شكونهم جماعه الحكومه والحكومه ولي زونتربرونور سجاد احمر وانا دخلت قالوا لي هاي قلت لهم انا بعثوا لي ايميل البارح ورينا قالوا لي لا يا يبعث له ايميل يمشي ياخذ بادج من غادي يمشي تاخذ البادج نتاعك كيف اعطيتهم بطاقه التعريف اعطاني بادج ورجعت له قال لي ليه مش من هنا من غادي انت بتدخلوا الناس كل معناها باش تشوف مين شكون هنا قال لي هنا اللي عندهم الشركات واللي باش يعملوا البيتش والسيد الوزير والسيد رئيس الحكومه خزرت سكت مانيش تابع ليكو سيستم وقت وي لكن بقات في قلبي لا شفت ورجعت من غادي ودخلت نلقى روحي حتى كرسي ما لقيتوش معبيه وقتها واللي زونتربرونور يعملوا في البيتش ومنهم دي زونتربرونور نعرفهم تو لي اصحابك عاد لا تو لي اصحابي لا بالحق وانا قاعد في اخر الباب في اخر الصاله نخزر لهم كيفاش يقدموا وكل الحيويه وكذا وقاعد نشوف وانا وين يعني فيش قاعد نعمل انا تو علاش هما اخي علاش هما غادي في كل يوم وانا لهنا فوالا بالضبط كيف خرجت من غادي خرجت بحسره كبيره كل عاد رجعت للعم بشير ليله كان ليله كان ما خرجني كان بالسيف قعدت نسال ونشوف عم مش قلك حاجه باهي هي 2017 حطيت كلمه انتربرونيريا سوسيال في التراديكسيون جوجل باش يفسرها لي شنو هي الانتربرونيريا سوسيال قال لي رياده الاعمال الاجتماعيه رياده خرف منين مش نجيبها انا رياده الاعمال شنو لازمني باش نكون انتربرونور يا لندرا انا من بعد قالوا لي انا حطيت انتربرونور اول حاجه طلعت لي كاركترستيك نتاع الانتربرونور الصفات اللي تنجم تكون بها انا نقرا فيهم وكل عاده مره نترجم مره نفهم وكذا نلقى تقريبا اكثر من 50% من اللي موجودين نحس فيهم موجودين عندك عندي دونك هذاك علاش من غدوه رجعت وقتاش نرجع لهم غدوه خاطر دو جورهم 6 نتاع الصباح مازال ما حلش الباب انا قاعد قدام الباب وجوي راجعوا كل عاده سكرتي هاي بسيف فهمت الطريق يعني. كيف رجعت مشيت بكري وكذا باش ناخذ الطاوله الاولى هاي مالوريزمون نفس الحكايه نلقى الاسامي مكتوبين على حط على الكريسي الاولى فهمتني خذيت حصيل وقعدت
شفت كل انا خرجت لل فما بارتي اخرى صاله اخرى فيها يعني الشركات الكبار يعملوا في اللي زونتروتيان يعملوا في اللي كل واحد عنده اكسبوزون هكا خاص به وكذا ويفسر دخلت ونخزر هكا دي زيت اليوم موجودين ويقيدوا مشيت نسال فاش تقيدوا فما قلت لهم فاش فما هنا قالوا لي راهي مسابقه عملها البنك الدولي اسمها امباور هير بروجرام امباور هير ليش راهو شكون باش يخلق احسن فكره نتاع مراه في الوسط الريفي كيفيه ادماج لا سي لانكليزيون او بيان لانتيغراسيون دو لا فام رورال في الايكوسيستيم يعني في توسكي لوتونوميزاسيون ايكونوميك سوسيال كيف فهمت التيم قلت انا اولى بيه خاطر هذا نفهم فيه ولا. نعرف وعايش بيه بالضبط دونك هذاك علاش مشيت نقيد وانا ناخذ في الـ في الـ في الـ الفيش اللي باش نعمرها ومدام عفيفه علمي هي الشيف دو بروجي قالت لي مسيو راهو لي زيتيديون قلت لها مدام انا كملت القرايه وقتاش كملت قلت لها راه مازال في بطاقه التعريف نتاعي فيها طالب بيه مدام مازال طالب ما يسالش كتبت انا بديت نكتب وانا بديت وصلت للسيكسيون يعني شنو هي بالضبط الاختصاص نتاعك كتبت ميكانيك مسيو قالت لي نون سي لي ديفلوبر يعني هذوما قلت لها مدام ميكا انفورماتيك راني انا عامل بزتها انفورماتيك ميكانيك انفورماتيك خاطر انا سي فري سي فري يعني عامل ميكا انفورماتيك يعني انفورماتيك اندستريال لكن زتها قالت لي تفهم في السيستم انفورماتيك شنو سيستم يعني قالت لي با قايد انا مشيت للدات دو نيسونس قالت لي مالوروزمون قالت لي انت اكثر من 30 قلت لها مدام ما يغررش ماني طالب المهم راني مزلت بطاقه تعريف طالب اي بطاقه تعريف طالب معناها 30 35 40 عندي خزرتي قالت لي بالله مسيو قايد وخذيت الورقه وحطيتها كوتي يعني اكوتي يعني ماهيش باينه مع الجماعه نمشي ناخذ الميل المكتوب في الافيش وروحت كالعاده عم بشير قلت لعم بشير بيت نصر بحذاه وكتبت لها ميل قلت لها مدام صار السيليكسيون حصيل وقت اللي تحكي لي فيها رجعتها لي بغش معناها في الليل ماضي ساعه نتاع الليل قالت لي باز انكور الحصيل هذا الباركور يعني هو طويل برشا لكن بعد كعيطوا لي مش كلموني الصباح قالوا لي راك برمي لي السيليكسيوني اكزاكتوم تم اختياره لكن كيفاش هم اختاروا 80 هاي وانا اختاروني 81 يعني يعني باينه الحكايه فهمتني الحصيل وهزونا لصاله كبيره مشينا للبلوتيل وقالوا اي باش نقسموكم ديزيكيب كل واحد ينضم ليكيب وحده راه ما ينجمش قسموا رواحهم وقعدت كان انا وحدي قعدت وحدي وحدك ما حب حتى حد يدخلني معاه نمشي ونشوف لي زيكيب نجي معاك راه عندي فكره باهيه راه نجم لا سي احنا تو مع بعضنا نقراونا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا حاسين مقسمين تعرف لي ديفلوبر في تونس يمشيوا كل عصافر هكا يمشيوا ديما زويز هكا زويز زويز تحيه لكل ديفلوبر في تونس الحاصيلو من بعد لقيت روحي وحدي قالت لي با توا ما عادش نجم نعمل لك حتى شيء والقانون لازم يكون عندك يكون معاك يكون معاك قلت لها مادام فما حد ما جاش قالت لي بون شوف الليست فما بنيه ما جاتش وخذيت نمروها قلت له تعطيني نمروها قال لي بون هذا المسؤول قلت له نطلبها نطلب ما تهزش نطلب هزت علي قلت لها هلو قالت لي شكون معايا قلت لها ماهر الخليفي قالت لي شكون تفضل قلت لها نتاع الكومبيتيسيون اليوم هاي قالت لي ماني جاي عندي انجاجمون فاميليال هادي انا ماك جاي يلزمك تجي يزمك تجي خاطر كان ما تجيش انت انا ما نتعداش قالت لي شكونك انت قلت لها راهو الصوره هكا وهكا تحيه كبيره لمريم البريكي اللي هي ايتيديونت وقتها في الاي اس جي وجيت ما انا كيف ما عنديش بي سي ويزمك يكون عندك بي سي زاده دخلت مع الجماعه والكومبيتيسيون فما ايتيكيت باش يلصقوها على البي سي يعني كيف عطاوها لي ما لقيت وين لصقها انا ما عنديش بي سي وماريا مازالت ما جاتش هيك دخلت انا قلت لهم تعرف انا باش قبل ما نبدا في الديفلوبمون باش نصور انا خزر لي واحد في قال لي محسود اينشتاين انت قلت له انا نعمل بيتش نتاعي نصور ومن بعد نحطه الحصيل وكملنا الكومبيتيسيون هذيك وخذينا ترشحنا للفينال داكور فينال في بيجا صار عملوا سيليكسيون كل ريجيون فيها اربعه
مي مالوروزمون قالوا لي بروجي نتاعك ايرياليزابل ما يتحققش ما يتحققش اللي هو هذايا التغطية الاجتماعية نتاع المرأة الريفية. وقتها فكرت فيها عبر التليفون مازال وقت أي التليفون اي شنو هي اللوبستاك اي هو القانون ما فماش والعاملات في القطاع الفلاحي ما عندهمش قانون ما عندهمش قانون بالضبط. دونك حتى الابليكاسيون باش تعملها ماهيش باش تبدل ماهيش باش تعمل حتى شيء. قصة اسرار كبير هاكم كنتوا تسمعوا فيها قصة كيفاش فركس كيفاش مشى كيفاش جي كيفاش شد صحيح كيفاش مفروض مقصى منها الكومبيتيسيون هذه وعملها شي شد صحيح. ثم السؤال توا ما نعرفش باش يرجع عند سي شو اسمه هو سي بشير, سي بشير. ولا لا باش يجاوب عليه اللي هو المره هذه كيفاش باش نعمل باش هذي اللي قالوا لي مشروع لا يمكن تحقيقه كيفاش باش يردوا مشروع قابل للتحقيق. ماهر الخليفي مؤسس احميني مازال معانا بعد شويه يحكي لنا بقيه القصه. انجح في حياتك انجح في حياتك برعاية بنك تونس العربي الدولي بيات بيات ملتزمون معكم. انجح في حياتك مواصلين معكم في انجح في حياتك ومواصلين مع ضيفي لليوم اللي قاعد نكتشف في برشة جوانب متميزة في الباركور متاعه ماهر الخليفي مؤسس ستارت اب احميني. مرحبا بك من جديد ماهر. مرحبا يا اخويا. اليوم انتم 13 في احميني ماهر هكا 13 قاعدين يخدموا على مشاريع وأفكار هنا جايينها بعد شوية باش نفهموها في موضوع التأمين وفي جملة من النقاط الأخرى. ولكن الفكرة الأصلية متاع حميني كان يحكينا عليها ماهر اللي قالوا له اسمع فوق عليك زيد راي ما تتحققش هذية اللي هي التغطية الاجتماعية للمرأة الريفية. بعد ما قالوا لك سيب عليك وسي وهذا مشروع لا مشروع جميل جداً ولكن لا يمكن تحقيقه وش عملت ماهر؟ أنا من وقت هذاك مشيت بحثت علاش لا يمكن علاش لا يمكن لا يمكن علاش خاطر فما ديما هذي عندك ديما دودة في كل واحد يقول لك كذا نمشي تقول علاش كيفاش هذي ما تجيش علاش ما تجيش يمكن تقول لي تجي نمشي نروح ايوه كان تقول لي لين نكمل نقعد هاني قاعدين علاش ما نجيش ما نتحركش لما علاش فكل شيء بوسيبل في حياتنا اليومية وفي حياتنا الخاصة أو المهنية ما فماش لامبوسيبل ما فماش حاجة المستحيل في حاجة برك إنه لقدر الله نفس يتقطع مشيت الحياة لكن ما دمنا عايشين كل شيء ممكن كل شيء ممكن ويتحقق دونك علاش ما تجيش علاش ما تجيش مشيت حليت الكتاب نلقى قوانين وتال تال تال شوز اللي هما ما ينجموش يكونوا مرأة ريفية نسمعوا بها في القوانين في الميديا في الدنيا وكذا في الأعياد وهاو بشنو الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجية وهاي حوادث وهاي اكسيدونات وهاو درشنية لكن على أرض الواقع قوانين ما فماش يجب تخدم أكثر من 45 يوم وكذا تخدم أقل من 45 لا ما عنديش حق منين تعمل التغطية الاجتماعية تمشي لدولة شقيقة هذا هو يعني هذا هو المشكل. فكل النطاق هذاك بدينا نخدمه على أنه كيفاش نعملوا لوبي بوزيتيف يعني أي. مجموعة هكذا عملت هكا مجموعة للدعم الفكرة الفبني الكوتش متاعنا والمنظمات الوطنية ومشينا نهار من نهارات السيد رئيس الحكومة وقتها متعدي سي يوسف الشاهد وأنا في الكورتيج وقفتك مع المجموعة متاع تلامذة يعني طلبة وقتها في فينمون متاع ديجان وقلت له سيد الرئيس راهو عندنا مشكلة عندنا احنا ديجان وعندنا مشكلة اليوم في 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 يعني في في فينمون احتفال بالشباب وكذا راهو عندنا ستارت اب لتو متحصلين ولتو راهو القوانين قال لك القوانين ماشي ما تسمحش خزر لي كيما هكا شنيا هي موقرين البيتش البيتش يزمك 30 سكوند وندي طالع في الاسانسور يزمك تقنع الانفيسيسور تو مش تقنع رئيس حكومة اصعب البعيد وبطبيعه واللي والزوز اللي معاه ما يزمك تقنع جماعه الاخرين بعينيك باش ما يدزيوكش ولا لا وما تكلموش وباش تقنع رئيس حكومه هو يسمع فيك دونك 30 سكوند هذوك هما اللي عملوا الفارق. دونك بعد بجمعه تحط الدوسي على الطاولة وتبدل القانون. إكسلنت ممتاز. بعد ما بدلنا القانون وعملنا الكرياسيون مشينا عملنا يعني البيتش قدام باير دوفون قدام الممولين. قلت خلينا نبقى في النطاق بتاع الدولة وقنعت الدولة باش تدخل معي في الكابيتال مع اللي جون احنا ليكيب معنا موجودين قعدنا عملنا يعني كابيتال لوفي دوفون 300 مليون فكرة مازالت حتى شيء يعني هم 30 البيتش فيه تقريبا 300 كلمة بعد يعني كل كلمة بمليون بالضبط هذا
لازم لازم لا. الكلمة بمليون هذا هو يعني البيتش يعني يزم تبيع الكلمة بمليون فهمتني بعنا وبدينا انطلقنا في الخدمة وكل يعني هيلمان كبير صار كل يوم تخيل خويا حمزة أنا نبدأ في جندوبة وفهم عندي لونسمون في 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 قفصة في رمضان نكمل من جندوبة نص نهار نشد الطريق نمشي القفصة عندي وقتها فبني السادة الوزراء وقتها في اللونسمون وخدمنا خدمة كبيرة في ظرف شهر عملنا 8000 أديرونت تسجيل ونس كل فرحانة والعمل هو تسجيل المرأة الريفية في نظام باش يخليها تكون عندها تغطية صحية داكوردو عبر الاس ام اس عبر اسمه تليفون مش سمارت فون يعني شوف خدمنا احنا الحل التكنولوجي هذا على الامكانيات المتوفره بالضبط لقينا بورسنتاج بتاع 94.7% من سال العاملات في القطاع الفلاحي عندهم تليفون صغير اي فوالا هاك التليفون الصغير هذاك العادي خدمنا عليه الخدمه الكل قيدوهم بي معناها كيف تشوف مثلا لي ريزو سوسيو شبكه كبيره نتاع خدمه انترن لكن احنا نشوف كان الانترفاس نفس الفاسون سي لانتيغراسيون دو لا تكنولوجي في لافي كوتيديان دو لا فام هذا هو اللي عملناه وبحاجه سهل سهل تليفون مش معناها تليفون بالفلس تك تك تعمل كود وتنجم تقيد شفت الكود نعطوه مره بركه اول مره اكهو اكهو تربيه كل ما تصب دينار يتنحى السولت اوتوماتيكمون يمشي للصندوق نتاعها للكونت في الصندوق في الصندوق في 18 دينار تقسمهم كيف ما تحب ولا 19 دينار الكارني نتاع الدواء نتاعها امورها واضحه معاه صغار ومعاه اللي معاه كل شيء كي بدينا وانطلقنا ونا بارتاجي القصه كما هي الناس كل فرحانه لليوم الناس كل فرحانه لكن بعد بشهر وكانه فما اونترغيمي ما نحبش ندخل فيه الموضوع ما نحبش نرجع له فما ناس ما تحبش نقدمه دونك لليوم صار بلوكاج دو كوت نسي قايدو وما خذاوش خذاو اش ولينا نعملو تو ولينا نمشيو مانيير نقولوا لها برا امشي خلص نهزوا انا احنا نهزوا لا فام ونوروها الطريق وتمشي تخلص مانيير للي تحب تعمل الكارني سوف كو الناس اللي بعاد تو عندهم مشكله عندهم مشكله وصارت اشكاليه كبيره برشا تبعوك فيها برشا صندوق ماهر انا واحد من الناس منهم اللي حبينا نفهم شنو هو اللي صاير مع الوزاره مع كذا الوزاره تقول راني مش انا المعطيات الشخصيه راي معطيات شخصيه المعطيات الشخصيه زعما قد متحلل كذا حاسيلو خبيله في الاخر في الاخر كنا نتصوروا ماهر الخليفي انه ماهر قصه تجربه مشيت من الأول ولكن بعد بالبيروقراطية اللي في البلاد بالمشاكل اللي كنت تحكي عليها ستنتهي احميني وبش تموت معناها وهي مازالت كيف بدأت لكن ماهر فجأة الناس الكل وعاود انطلق من جديد كيفاش عملت كيفاش انطلق مش معناتها انطلق من جديد هو ما هو ما هو هو الانطلاق نجم يكون اقوى من الانطلاق الاولاني كيفاش به بالضبط هو انك باش تشوف الفيزيون نتاع البروجي نتاعك وتشوف وانت وين عندنا اونشينمون احنا نتبعوه يعني الباركور نتاع ستارت ابر وبيا انتربرونور عندك بيريود نتاع الكرياسيون بيريود نتاع ايدي كرياسيون بعد لونسمون دو برودوي في لونسمون دو برودوي فما لي فالي مورتيل نتاع ستارت اب لهنا هذيك كل ستارت اب كيفاش تتعدى بها فما اللي تعدى بستة شهور فما تعدى بخمسة شهور فما تعدى بعام انا وصلت للعامين اللي هو الماكس سينو سي وفت تنقرض وفت الحلم وفا كل شيء فما تروى فلاش يا باش تطلع يا باش تطلع باش تقعد مويا يا سي اوفيسيالمون انتهيت وتعلن على الفشل نتاعك لكن هنا فما شابيتر اخر سي ريافونتاسيون دو الموديل ايكونوميك الفو شونجي كلك شوز شنو هو الممشاش كي ترجع انت تحط شنو هو الممشاش هي دوله وكذا وزوبساكل شنو هو الممشاش يهمني ياسر ماهر خاطر يعني نجم انا نكت في داية ونقول والله يسمع يجي واحد يقول والله الدوله وعملت فيا وبلوكيتني وما خلتنيش وما يحبوش وما يقدوش ونحط نكت ورغم هو صحيح انت ما قفتش هنا قلت باهي الدوله ذي تو فما مشكله مع الدوله مو هكا ولا تو شنو هو الحل واش عملت الحل ما حكينا على الكاركترستيك نتاع الانتربرونور نلقى روحي عندي منها الاصرار والعزيمه هذيك شنو واش لازمني انا نعمل باش نواصل هالمهمه هذه وننجح انا اللي هو يلزمني الفو ريافونتي الموديل ايكونوميك
يلزمني نغير الموديل ايكونوميك. فوالا مهما تكون انا ستارت اب سوسيال صحيح انتربريز سوسيال يلفو شونجي كلك شوز سواء البرودوي او بيان الكليونتير او بيان لي زاكس استراتيجيك منهم لي بارتنير. لقيت اللي الكليون هذاك جيت عليه انا هذاك قضيتي انا جيت على قضيه يلزمني نحافظ عليه لاسبي تكنيك يلزمني نحافظ عليه يلفو شونجي لي بارتنير دونك خاطر فما اون باراليل خدمه تخدم اون بريفي tout à fait. وهذا اللي صار وهذا اللي صار وخدمت على انك تبدل لي بارتنير اللي صار معاهم اشكال بالدوله والوزارات وكذا ولي زوبيراتور وكذا كل ولوين مشينا البريفي حتى كان يكون بريفي ايتاتيك مش مشكل خاطر عندهم الفيزيون فما بريفي نحكيوا على دي زونتربريز سمي ايتاتيك لكن عندهم فيزيون عندهم قاعدين يواكبوا في التطور كيف مشينا واقترحنا ومشينا البريفي بريفي 100% وعملنا اونكيت سور تورا وشفنا لي بيزوان تاع الكليون تاعي شنو هو بالضبط شنو نوفر لك نجم نوفر لك في حكايه التامين لقيت كاتر يعني كات بارتي برودوي نجم نخدم عليه كيف مشيت سالت الكل وبعث لي كومباني جيونا دي برودوي اللي هما اكستراوردينير يعني دي زافونتاج كان نحكيو عليهم يعني حلول جذريه كيف نلقى هاك مينيموم بوسيبل دو بايمون افيك لي لونجاجمون تاع الناس الكل ويقول لك هاني معاك انا ومن الاول نساندك وكذا انا انتربرونور دونك باش نمشي معاه في صف وهذا اللي صار لي واضح وهذا اللي صار اليوم احميني اليوم وليت شنو ماهر احنا اليوم سي لا بروميير ميكرو اسيرونس ديجيتال في العالم اش معناه في العالم في العالم ميكرو اسيرونس ديجيتال هذا هو ولينا في الاسيرونس ميكرو ميكرو اش معناتها ميكرو اسيرونس ميكرو يعني شوف يعني مانيش ما ناخذوش لي برودوي الكل نمشيو لي كومباني ونقولوا له هاو عندنا نحبوا نعملوا دي ميكرو برودوي اقل ما يمكن من بايمو للفئات اللي تكون ماهيش اللي عندها سالير فيكس ونعملوا لهم حاجه هكا باناشي اش معناها في السونتي في الاكسيدون دو روت اكسيدون دو ترافاي لاكوشمون لانفاليديتي سويت ان اكسيدون لي مالادي دونجور كل حاجه خذينا منها نلقاو روحنا عندنا برودوي كومبليمونتير اللي هو البزوان بور لا فام واقل ما يمكن دو بايمون دو سون كالعاده بنفس الفكره نفس الفكره نتاع تليفونك تصب شارج انت وزدنا طورنا هاي كيفاه يعني حتى في اون كادو سينيستر يعني وقت الفينانسمون تاع الفلوس مش تجبد الكليون الفلوس نتاعها تمشي لاقرب داب تلقى افيش تاع حميني تنزل عليه بالكود لا سامس يوصلها تحط الكود تخرج لها فلوس اوتوماتيكمون هايلة ممتاز دونك معناها تو لايق متى عامله ريفيه او غير ريفيه تو مثلا فام دو ميناج بالضبط هاي لا يقدر صار لها سينيستر وهي منخرطة في المنظومة تاع حميني ساعة منخرطة معناها في تليفونها كل ما تصب فلوس باش يجيك قيمة الانخراط اللي هو سنويا أسوام أو مش قولك في النهار زاهد في النهار قولي سكوب 266 مليم 266 مليم في النهار في النهار عندها لاكوشمون لانفاليديتي سويت ان اكسيدون توصل حتى 18 موا بورس l'accident de route l'accident de travail نحكيوا على المالادي دونجور خاصه الامراض السرطانيه سيرتو خدمنا عليها خدمه كبيره مع الكومباني ومع البارتنير اللي نشكرهم خدمه كبيره يعني قد خدمت وما زلت تخدم دونك هذا كله 266 مليم 266 مليم في النهار وعبر التليفون هذي احميني في شكلها جديد مغامرة متميزة انطلق فيها ماهر مازال مواصلها في بالي لي عن قريب باش تعملوا لوفي دو فون جديدة تحاولوا تحضروا في لوفي دو فون جديدة ماهر حلمة جميلة جدا حب نقول لك مرة أخرى برافو عليها ربي عينكم أنا متأكد أنه احميني من نجم يكون عندها كان مستقبل كبير لو كان نقول لك ماهر في باركورك هذا اللي مشيته واللي ما زلت في بدايته ثلاثة نصائح كبيرة تعطيها الشبيبة كيفك انت جاي من واقع اجتماعي صعيب عاود شفت اللي حتى يبدأ عندك مشروع وفكرة راو مش بالضرورة عندك المشروع والفكرة وخذيت الفلوس راو سيد حل وترود في وجهك راو المشاكل ما زلت موجودة لو كان نقول لك تعطيني ثلاثة نصائح كبرى بالنسبة ليك للناس اللي كانت في وضعية اللي انت كنت فيها البرشة من الشبيبة اللي تشوف فيهم كل يوم كذا بش يفكر في مشروع بش ينطلق في مشروع بش يمن بروحه
شو النصائح اللي تقولها له؟ مهم جدا الكلام هذا اخويا حمزة، وخاصة وخاصة انك باش تخرج ولا توصل الزبدة اللي تعبت عليها انت في شكل نصائح. انا نقول لأي جون في تونس كل بالحق، هذا ميساجي واضح ونحب نوصله من الأعماق، راهو ما فما حتى شيء مستحيل. جدود نقبلش قالوا، قالك النفس نفسك وانت طبيبها، وين تحطها تصيبها، عزها تصيبها. اش معناها؟ معناها انت كان باش تقعد بالطريقة هذه حتى حد ما مش دق عليك الباب يقول لك بازي ايجا هاو بروجي وبيان هاي خدمة وكرهبة ودار ولا نو. انت توكل صباح صبح وابحث ولوج وفركس تلقى الابواب كل مفتوحة، على خاطر ربي سبحانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتغيير ينطلق من الأنا، إذا ما تغيرتش الأنا حتى شيء ما يتغير. ممتاز، نبدأ برواحنا. نبدأ برواحنا. وأكثر حاجة إذا واحد يقول لك خويا حمزة ما تجيش، ماي لا لا ذي فك عليك ما تجيش، ما تسمعوش. مش ممكن. شوف وفي تونس في تونس بيك يا راجل وراك في تونس وفيق على روحك. بالضبط، انا تو بعد البريود الصعيبه يجي يقول لي ماني قلت لك اي فوالا نعاود نبتسم اي ماني قلت لك ما تمشيش ماني قلت لك ما... والكل ولا تعرف والناس كل فهمتني. لكن كي تبدا عندك فيزيون واضحه بدل الاستراتيجيه، تبدل طريقه الـ يعني العمل، تبدل من روحك. راهو كيف تحط حتى شيء ما مستحيل سيبك من اللي يقول لك ما تجيش، وثلاثه كل شيء ممكن، فمش حاجه ماهيش ممكن، كل شيء ممكن. انت وين تحب تكون غدوه؟ انت اخذ لروحك، حتى حد ما ينجم يعطيك صورتك الغدوه كان انت ماهر. لو كان ماهر الخليفي 35 سنه مازلت شباب بارك الله عليك، ولكن ماهر هذا يلقى يقابل ماهر ولد 18 سنه، شنو الحاجه اللي يقول له عودها زيد اعملها، ولا يقول له بطل ما عادش تعمل هذيك راهي طريق غلط، انا اكتشفت اليوم اللي هو طريق غلط؟ أهم حاجة 18 سنة أني نفهم مليح ونقرأ مليح ونتكلم مليح الإنجليزية. الإنجليزية هذا ميساج لكل الشباب. توا العالم بعد كورونا كل شيء صورة شانجي، يعني توا تعلموا اللغات يعني خاصة الإنجليزية، خاطر لغة العصر. تمشي للدول الأوروبية تلقى روحك تبيتشي باللونجلي ويزمك تحفظ باللونجلي. دونك أكثر حاجة مهمة جدا في حياة الشباب التونسي هي أنك تتعلم اللغات. ممتاز جدا، كنت سعيد باستقبالك ماهر، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا، بالتوفيق في بقية مشوارك. شكرا. بعد 2017 اليوم 2021 ان شاء الله الاستضافة الجاية باش نحكيو على شيفر دافير ان شاء الله، واللي بروجي اللي عندنا، خاطر عندي احميني غدوة ان شاء الله باش يكونوا عندي بوكو دي زابليكاسيون اخرين اللي باش يفيدوا المجتمع. ممتاز. ان شاء الله نتمنى لك برشا توفيق ماهر الخليفي، انت والفريق اللي يخدم معاك، بالتوفيق ليكم الكل في احميني، ونستنى كان الاخبار الطيبه تجي من عندكم ان شاء الله. شكرا ماهر، الى اللقاء، بالتوفيق. انجح في حياتك برعاية بنك تونس العربي الدولي. بيات ملتزمون معكم.